طبيعة التربة تحدد التركيب الكيميائي ومواصفات المياه الجوفية. والسبب في ذلك أن الماء عند مروره خلال طبقات الأرض يتلامس مع التربة. فمثلا عند مرور الماء في طبقة رملية أو جراتينية فإنه يحتوي على معادن قليلة، وعندما يمر الماء بطبقة جيرية فإنه يحتوي على بيكربونات قلوية. إذن طبيعة طبقات الرملية والمكونات الصخرية تحدد طبيعة التركيب الكيميائي للمياه الجوفية التي تمر من خلالها. وتكون حركة المياه الجوفية داخل طبقات الأرض بشكل بطيء وثابت، لأنه يمر عبر ممرات بين مساحات مختلفة بين الصخور، حيث في الغالب تتحرك المياه الجوفية للأسفل بفعل الجاذبية. ولكن يمكن أن تصعد المياه الجوفية من منطقة ضغط أعلى إلى منطقة ضغط أقل. هناك خاصيتين للصخور تحدد تدفق المياه الجوفية. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني. الخاصية الأولى المسامية. والمسامية هي المساحة المقدرة ما بين هذه الصخور، والتي تسمى بالمسام. فالمسامية هي النسبة المئوية لحجم الصخرة، حيث تحدد حجم الصخور والحبوب المساحة ما بين هذه الحبيبات، والتي تسمى بالمسام. والخاصية الثانية التي تعتمد عليها المياه الجوفية في تدفقها خلال طبقات الأرض خاصية النفاذية. وهي تحدد مدى الترابط ما بين المساحات أو المسامات ما بين الصخور. فكلما زاد الترابط بين مساحات أو الفراغية ما بين الصخور فإنه تزداد النفاذية، وإذا قل مدى الترابط ما بين المساحات الحرة ما بين الصخور فإنها سوف تقل النفاذية. وفي الغالب إذا قلت مسامية الصخور فإنها تكون النفاذية منخفضة. ولكن هناك أمور قد تكون فيها المسامية عالية والنفاذية منخفضة، بمعنى أن المسام أو المساحات الحرة ما بين الصخور قد تكون كبيرة وعالية، ولكن لا يوجد ترابط بين هذه المساحات مثل الصخور البركانية. كما تلاحظون هذه عبارة عن ورقة فيها نتائج لفحوصات عينة لبئر أو للمياه الجوفية. طبعا استلام العينة في بداية أو في أعلى الورقة، العينة عبارة عن مياه بئر جوفي، طبعا تم إحضارها بداخل عبوة بلاستيكية مغلقة، والعينة ذات لون ورائحة عاديان، يعني يتم شم الرائحة ومشاهدة اللون في العينة، وتبين أن العينة ذات لون ورائحة عاديان. كذلك عندما ينظر إلى العينة بالعين المجردة كفحص مبدئي لا يلاحظ وجود شوائب مرئية في العينة، هذا يسمى بالفحص الحسي، بمعنى أنك تستخدم حواسك في عملية الفحص وتشاهد أو تلاحظ ما هي العبوة الموضوعة فيها العينة، كذلك لون العينة ورائحة العينة، وهل يوجد شوائب مرئية أمام العين أم لا. طبعا الفحوصات الكيماوية المهمة التي تتم على هذه العينة هي فحص الكلورايد، فحص العكارة تيربيديتي، فحص الكبريتات SO4، الأملاح الذائبة الكلية توتال ديزولفد سوليد،
والرقم الهيدروجيني pH، وهناك العسر الكلي total hardness، وهناك النيترات NO3، الحديد Fe، الكروم Cr. إذن هذه هي بعض العناصر والمواد الكيماوية الذائبة الموجودة في المياه الجوفية، ويتم طريقة الاختبار بـ Standard Method of the Examination of Water Wastewater 23RD. طبعا عملية الفحص تقسم إلى نتائج الفحوصات، وهي النتائج الفعلية والواقعية التي تم فحص المياه بها. وهنا في هذا الجدول كما تلاحظ شيء يسمى بقيمة الارتياب، بمعنى نسبة الشك في الخطأ في العينة زائد أو ناقص. وهنا اشتراطات المواصفة، بمعنى الاشتراطات أو المقاييس الستاندرد التي يعتمد عليها في عملية الفحص، بمعنى أنه إذا تجاوزت قيم الفحوصات هذه المقاييس أو المعايير الستاندرد فإنها يتم كتابة أو تدوين ملاحظة أن هناك مشكلة في إحدى مواصفات أو الفحوصات الكيماوية للمياه الجوفية. فهذه هي الفحوصات التي يجب أن تكون ضمن هذا الرينج. فمثلا الكلورايد يجب ألا يزيد عن 500، هذه اشتراطات المواصفة، لو قل عن ذلك يكون جيد. العكارة تيربيديتي يجب أن تكون المواصفة 5. طبعا يتم قياس العكارة بوحدة القياس التي تسمى NTU، نفلومتريك يونت. طبعا يجب أن تكون العكارة أقصى شيء 5 ولا تنزل عن ذلك أو لا ترتفع عن ذلك. كذلك نأتي إلى نسبة الكبريتات ألا تزيد عن 500. طبعا هذه المواصفات مثلا الكلورايد وحدته بالمليغرام بير لتر أو بالبي بي أم، كذلك الكبريتات بالمليغرام بير لتر. بالنسبة للأملاح الذائبة الكلية ألا تزيد مواصفات المياه الجوفية عن 1000. طبعا هذه هي عبارة عن اشتراطات المواصفات المياه الجوفية التي سوف يتم معالجتها لمياه الشرب. إذا يجب أن نركز في الموضوع، هذه عبارة عن اشتراطات مواصفات المياه الجوفية التي سوف نستخدمها في معالجة هذه المياه للشرب. إذا نركز على جملة معالجة هذه المياه للشرب. طبعا هنا كذلك الرقم الهيدروجيني يجب أن يكون الرينج ما بين 6.5 إلى 8.5. العسر الكلي ألا يزيد عن 500 ملغرام بير لتر، وكذلك نسبة النيترات ألا تزيد عن 50 بي بي أم أي ملغرام بير لتر. فإذا لاحظنا نتائج الفحوصات مثلا الكلورايد 95، إذا أقل من اشتراطات المواصفة، جيد. العكارة 1.82 وهي أقل من 5، إذا مواصفاتها جيدة. الكبريتات كذلك 79، أقل من 500. الأملاح الذائبة الكلية 950، قريبة جدا على اشتراطات المواصفة. الرقم الهيدروجيني 7.6 ضمن الرينج في اشتراطات المواصفة. العسر الكلي توتال هاردنس 603. المواصفة تذكر لك أنها يجب أن تكون 500 ولا تزيد عن ذلك. إذن هنا كما نلاحظ في هذا المربع أن نتائج الفحوصات بالنسبة للعسرة الكلية كانت أعلى من اشتراطات المواصفة، 603 أعلى من اشتراطات المواصفة. فتم ذكر ملاحظة هنا بالرأي الفني عند الحاجة أنه لوحظ ونظرا لارتفاع نسبة العسر الكلي كما نلاحظ 603 أعلى من 500 عن الحد الأعلى المسموح به في المواصفة، وكذلك لو لاحظنا بالنسبة لنسبة النيترات 65 واشتراطات المواصفة يجب أن تكون نسبة النيترات الداخلة على وحدة معالجة مياه الشرب أقل من 50،
إذن هنا ارتفاع في نسبة النيترات عن الحد الأعلى المسموح به في المواصفة. إذن هذه هي بعض الفحوصات الكيماوية التي يتم تطبيقها على المياه الجوفية المستخدمة لأغراض معالجتها للشرب. والمياه الجوفية هي المياه التي تشغل الفراغات والمسامات ما بين الصخور. وأهمية المياه الجوفية أنها مصدر المياه العذب في العالم، بحيث أنها تشكل ثلثي احتياط المياه العذبة في العالم، حيث حجم المياه الجوفية أكثر من 2000 مرة من حجم المياه في أنهار العالم. وإذا أردنا أن نقسم طريقة حفر المياه الجوفية فتنقسم إلى آبار ضحلة وآبار عميقة، حيث نستطيع أن نقول أن هذا البئر هو بئر ضحل، وذلك عندما يكون منسوب أو ارتفاع المياه الجوفية فيه أقل من 15 متر. أما البئر العميق وهو الذي يزيد عن 100 إلى 150 مترا، حيث في الغالب كلما زاد عمق المياه الجوفية زادت نقاوة المياه. وميزة المياه الجوفية أنها تحتوي على تركيزات عالية من أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز، ونادرا ما تحتوي المياه الجوفية على كائنات ممرضة إلا في حالات معينة، مثلا عندما تكون فتحات المياه الجوفية متصلة مباشرة مع السطح الذي قد يكون ملوثا بالمواد العضوية والمواد البيولوجية المختلفة. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني.